الوضعية المائية في كازا الحمد لله كما كيعرف الجميع بأن كاين ستريس هيدريك يعني في جميع مناطق المملكة معها حالة الجفاف ديال السنوات الأخيرة وخصوصا هذه السنة، وكاين نظرة ديال المياه خصوصا السدود، راه عارفين بأن كاين واحد الكمية ضئيلة ديال السدود جهة الدار البيضاء، راه كي كيعرف الجميع خصوصا سد أم الربيع راه فيه 5% أظن ديال المياه، لهذا ما كانش كنجفف هاد السنة والسنة الماضية. لهذا مع الأسف مؤخرا خرج واحد البلاغ اللي تداولوا عدد كبير ديال البيضاويين ولا ديال الزملاء ديالكم الصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كيقول بأن راه تعقد واحد الاجتماع في مجلس مدينة الدار البيضاء في جامعة الدار البيضاء اللي واتخذت فيه التدابير، منها غادي يبداو يقطعوا على البيضاويين الماء من 11 الليل حتى السبعة ولا الثمانية، كل واحد واش كيقول، وغادي ينقصوا من ديك الصبيب ديال الماء تني ابريسيون دو. هذا الشيء غير صحيح، ومع الاسف لا ادري ما كنعرفش شكون اللي كيروج لهذا الهضره هذا الكلام هذا. اللي خص يعرف البيضاويين هو كانت جات واحد المراسله واحد الدوريه وزاريه من السيد وزير الداخليه هذه في شهر جوج، اللي كيحت الولاد ورؤساء الجماعات والعمال باش يتخذوا واحد التدابير احترازيه استباقيه فيما يخص هذا لو ستريس هيدريك، فيما يخص نظره الماء، وفيما يخص ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب. لهذا كانت كتعقد لقاءات دوريه كل اسبوعين فيما يخص، كيترأسهم السيد الوالي والسيده العمده وكاع المتداخلين في قطاع الماء اللي كيهمهم اللي كيتداخلين في قطاع الماء باش يديروا واحد السياسه استباقيه. فيما يخص جماعه الدار البيضاء، انذاك السيده العمده دارت مراسلات كاع رؤساء المقاطعات كتحثهم بالتوقف الكلي على السقي ديال المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب اولا. ثانيا درنا مراسله للشركات بجوج اللي كيدبروا قطاع النظافه في الدار البيضاء باش يحبسوا غسل الارصفه والازقه والشوارع بالماء الصالح للشرب، ودابا ولاو كيستعنوا بواحد العيون اللي موجوده في مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء واحد الخاصيه اللي فيها هي فيها يمكن شي 36 ولا 34 ولا ما عرف 27 عين، ما حاسبينهمش اكزاكتومون بالضبط، ولكن فيها عدد كثير ديال غير عين سبع فيها 13 عين ولا اكثر. لهذا لقينا بان هذاك العين اللي كاين واحد العين كاينه في البرنوصي بغينا نستثمروها، ولا دابا هذوك الشركه ديال افيردا في العود اللي تستعمل الماء الصالح للشرب حيت عندهم في العقد خصهم يغسلوا الارصفه والازقه والشوارع، كيهزوا من ديك العين في ديك لي سيترن ديالهم كيبغيو يغسلوا الازقه والارصفه والشوارع بديك الماء ديال العين. كذلك بالنسبه للارما على مستوى عين الدياب كاين واحد العين راه كيعرفوها كاع البيضاويين كانوا كيغسلوا بها هذوك حراس السيارات ديال البيضاويين في عين الدياب، كيستغلوا ديك العين، دابا ولينا كنستغلوها باش يهزوها هذوك ارما ويغسلوا بها الارصفه كذلك والازقه والشوارع ديال مدينه الدار البيضاء. نقطه اخرى تاخذناها كمجلس مدينه الدار البيضاء، كان واحد المشروع كبير اللي خصو يخرج للنور يشوف النور، هو المشروع ديال واحد الخمسه بناء خمسه ديال المحطات لتطوير المياه العادمه. هاد المحطات هادو غادي يبداو يتسقاو بهم المساحات الخضراء الكبرى ديال مدينه الدار البيضاء. تعطل، راه حنا لونسينا المارشي باش يخرج للوجود، هذا مهم غادي لترشيد المياه الصالحه للشرب باش ما نبقاوش نسقيو كاع المساحات الخضراء بالمياه الصالحه للشرب. كذلك بشراكه مع الحكومه تم ربط، وهذه راه تخدات هذه واحد السنين، وهذا مشروع كبير هو باش يربط مدينه الدار البيضاء بالسد سيدي عبد الله اللي توا عليه واحد الضغط ما بين دابا ولات عليه الدار البيضاء ورباط، ولكن حنا كنطلبوا من الحكومه باش تربطتنا بالسد اللي كيمد الغرب اللي هو عنده واحد الاكتفاء ذاتي كبير، وهذا مهم بالنسبه لمدينه الدار البيضاء، غادي يكون واحد المشروع كبير. نقطه اخرى داخله في هاد المشروع ديال المياه هي بناء المحطة الكبيرة اللي تكون أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا، اللي باقي ما شافش الوجود، ولكن
مؤخرا الحكومه راه قطعت اشواط كبيره، وراه يمكن هما في الشوط الاخير لاختيار الشركه اللي غادي تنجز هذا المشروع هذا. لهذا قطع المياه على البيضاويين ما كاينش، ولكن في نفس الوقت كنطلبوا من البيضاويين باش يقوموا بواحد، خصنا نقوموا بواحد العمليه تحسيسيه مع البيضاويين باش يفهموا بان راه الماء راه واحد الماده حيويه بالنسبه لنا وخصنا نحافظوا عليها، وخصوصا في هذه الوقيته هذه اللي كاينه نظره الماء. البيضاويين خصنا نقتصدوا على الماء، خصنا نقتصدوا على الماء. كاين اللي كيبقى حل الماء، قلت هذيك النهار واحد انا دايز لقيته كيسقي مع راساتو، خرج تيو من دارو وكيسقي وطالق الماء. قلت له حشومه هذا الشيء راه، قال لي واش غلط واش كتخلصوا، ولكن خصنا نفهموا انا ما كنخلصوش، ولكن هذاك راه هذاك راه ديال كاع البيضاويين، واخا انت كتخلص وكتخلص الفوتره ديالو، خصنا نقتصدوا على الماء، خصنا نوصلوا لهذا الوعي ونفهموا باننا راه خصنا نقتصدوا الماء. هادشي غير صحيح. كذلك بحال ديك الاكذوبه اللي خرجوا معاها ديال بان راه المخزون ديال مدينه الدار البيضاء هو شهرين 60 يوم من هنا لسبتم غيتقطع على البيضاويين الماء، هذا مع الاسف غير صحيح. والمعطيات اللي عطيتك بان ربطت مدينه الدار البيضاء بالسد ديال اللي يمد مدينه الرباط، وكذلك كيشتغلوا باش يربطوا مدينه الدار البيضاء بالسد الكبير اللي كيمد الغرب اللي فيه اكتفاء ذاتي كبير، حيت كيعرف جهه الغرب كيكون فيها امطار كثيره. هذا حتى هو راه مشروع مهم اللي ما غاديش نبقاو عندنا مشكله، ولكن كنقولوا وكنعاودوا راه خصنا نقتصدوا على الماء. حنا في واحد المرحله اللي كاين واحد لو ستريس هيدريك، خصنا نحافظوا على الماء، وهذا الشيء كذوب. هذا الشيء الدار البيضاء عندها اكتفاء الحمد لله، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش باننا خصنا نبدلوا المياه، خصنا نحافظوا على الماء. هذا هو هذاك ريتي انا نقولها لك، ولكن مساكن هذوك الناس راه هما ما عندهمش الماء، هذا من القديم وهذوك الطيور الاليه للسقوط، وعارفين المدينه القديمه، ولا ماشي غير المدينه القديمه، حتى في الحي المحمدي كاين درب مولي شريف، كاين بزاف الاحياء، ولا درب السلطان ولا هذه. ولكن كما قلتي كاين واحد ما كاينش ترشيد، كاين واحد التبذير ديال المياه في ديك العوينات، مع الاسف كاين تبذير كبير. انا كان واسي هذوك العائلات وهذوك الناس وهذوك المساكن راه ما عندهمش الماء في فطورهم، ولكن هذه ماشي طريقه باش يبدلوا الماء. لهذا حنا راه غادي نديروا واحد سميتو باش يكون واحد بحال شحال هادي باقي نعقل، فاش كنا صغار كان ديما واحد الممثل ولا ديال الجامعه البلديه كيكون حدا ديك العوينه، دي كتهز الماء اللي خاصك وكتسد، وما كيبقاش دابا حيت حنا ما كنخلصوا. دابا هذا هو مشكلتنا حنا المغاربه، كنقول نهضر على العموم، فاش ما كتكونش شي حاجه اللي نخلصوها كيقول لك ما كيعرفش راه ديالو، هذاك الشيء راه ديالو، وهذا الماء هذا ديال المرا ديال البيضاويين. حنا وصلنا دابا لواحد الازمه ديال الماء، ازمه خانقه ديال الماء، فهمتي، كنحاولوا ندبروها باش ما نقيسوش كما قال السيد الوالي ولا السيد وزير الداخليه ولا السيده العمده، باش ما نقيسوش البيضاويين ونسدوا عليهم الماء، ولكن خص البيضاويين يفهموا بان راه هذاك الماء خصنا نحافظوا عليه. الا بقينا بهذه الطريقه هذه كنطلقوا ديك الروبيني ومطلق، حنا ما نسوقش حيت ما كنخلصوش، خصوصا في العوينات كما جبتي. هذا كاين واحد التبذير كبير اللي نشوفوا مع الشركه ديال ليديك باش نضبطوا هذه الامورات، ودار واحد الحارس اللي يبدا يضبط هذاك الروبيني. وتقليل الصبيب ديال الماء كما كيعرف الجميع، الا دار راه كاين بعض الدور اللي ما غاديش يبقى يوصل لهم الماء، راه خصكم تفهموا هذه. إذا تنقص من الصبيب، وهذه راه تعطى التعليمات ديال السيد الوالي ولا السيده العمده بان يكون اخر حلقه، تم نقصوا كاع تنقص تهبط حتى ما يبقى لنا والو في سميتو. لهذا كما قلنا كما قال السيد الوالي ولا السيده العمده، هذو التعليمات ديال السيد وزير الداخليه اخر حلقه اللي نوصلوا لها، خصوصا في مدينه الدار البيضاء. ولكن خصنا نديروا عمليه استباقيه، هي اللي دارت هذه قلت لك من شهر جوج، والعمليه التحسيسيه اللي كدار مع الشركاء ديالنا شركه ليديك في هذا الاطار. هذا نقص الصبيب راه كما قلت لك راه واحد ساكن في السانكيام ايطاج ولا كاطريام ايطاج راه ما غاديش يوصل له الماء، ولا يوصل له بحال كيقطر عليه. لهذا كما تعطاو التعليمات اخر مرحله اللي دار هي هذه المرحله ديال النقص من الصبيب، ومن بعد النقص ديال الماء، ولكن ما نوصلوش ان شاء الله والله يرحمنا. اولا غسل السيارات، وراه كتشوفي الحراس يا ما سميتو غسل السيارات راه مع الاسف بالماء الصالح للشرب، راه هذا تبذير ديال الماء، وخصوصا في هذه المرحله الحارجه اللي كاينه واحد النظره ديال الماء، وهذا الشيء داخل في ترشيد الاستعمال استهلاك الماء الصالح للشرب. لهذا هاد الناس هادو راه كنحتوهم
باش يستعملوا طرقها لغسل السيارات. ما يمكنش تغسل السياره بالماء الصالح للشرب. واخا تقول لي انت اللي كتخلص، ولكن حنا عندنا واحد الازمه ديال الماء الصالح للشرب. راه هذا الشيء داخل في الترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب. لهذا الناس اللي عندهم هذوك المحلات ديال غسل السيارات راه خصهم يدوزوا البلومبي. هي كما قلتي كما كيديروا كيقلبوا السلطات المحليه واش عندهم ابار ولا حفرين ابار، حيت ما يمكنش تغسل واحد السياره وراه كيستهلكوا بزاف المياه فيما في غسل السيارات. لهذا خصهم يطوروا هذاك العمل ديالهم ولا التجاره ديالهم، وغادي تقتصد عليهم وتقلص لهم، تقتصد عليهم وتقلص لهم الاستهلاك حتى ماديا، غادي تقلص لهم الفاتوره ديالهم. الدور اللي داك اللي داك شركاء اللي داك داير اي كاع اجتماعات اللي تعقدات في الولايه وتراسها السيد الولي والسيده العمده، حاضرين مسؤولين الاطور ديال شركه ليديك، شركه ليديك من ديك الوقيته وتعطات لهم تعليمات باش يديروا باش يقوموا بعمليه تحسيسيه في هذا الاطار هذا، يحسوا البيضاويين بان راه كاينه نظره ديال الماء وخصنا يجب ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب. ليديك ليديك راه قايمه بواحد العمليه تحسيسيه وراه قايمه بالدور ديالها. هاد الشيء غادي تبدا هي انا كنت غادي نجاوبك في هذا الاطار هذه، غادي تبدا دور الشرطه الاداريه غادي تقوم بالواجب ديالها في هذا الاطار هذا فيما يخص الناس اللي كيبدلوا الماء. راه ما يمكنش هذا الماء هذا راه ولا ديال كاع البيضاويين، راه داخلين فيه كاع البيضاويين. انا راه وليت كنشوف شي واحد طالق الروبيني بحال كيقيسني في سميتو، سد الروبيني كتغسل سنانك وسد الروبيني، تتسالي وعاد كم وعاد غسل فمك شلل فمك، كتغسلي المعن وسدي الروبيني، سدي الروبيني ديري هذاك سميتو منين تسالي وعاد شلل ليهم. لهذا خصنا نوعيو ونوعاو باننا رانبدلو طريقه التعامل ديالنا مع الماء، هذا مهم بالنسبه لنا. فيما يخص الشرطه الاداريه غادي تبدا دير العمل ديالها وتبدا تدور وتشوف، وكاينه دعائر اللي خصها تبدا تنجز في هذا الاطار هذا. يعني العقوبات غتكون غرامات ماليه، هذا معلوم خصها تكون غرامات ماليه، حيت حنا كما كنقول غنعاود نرجع لها حنا المغاربه ولا البيضاويين ولا سميتو تقيسنا في جيبنا غادي 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 نحترموا داك الشيء. كنفكروا خصنا نبداو نفكروا بان هذاك الماء يهم جميع البيضاويين، جميع شريحه البيضاويين. انا كنهضر على الدار البيضاء، فهمتني، كبيضاوي خاصنا نرشدوا استهلاك الماء لا لوليداتنا لا للشيوخ ديالنا لا سميتو. راه كاين الماء راه ماده مهمه في الحياه ديال الانسان، لهذا خصنا نحافظوا عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.